النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. سعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر وطقس قارس البرودة خلال ساعات الليل وهبوب للرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة خلال عطلات نهاية الأسبوع. نبدأ نشرتنا باستعراض هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد. درجات الحرارة يوم الجمعة تبقى منخفضة خلال ساعات النهار أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن خلال ساعات الليل تنخفض بشكل لافت خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر من يوم السبت، ويتشكل الصقيع والجليد في مناطق واسعة من المملكة. تتراجع حدة هذا الصقيع والجليد خلال ساعات النهار على أن تعود درجات الحرارة للانخفاض مجددا خلال ساعات الليل المتأخر وخلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد، وتتجدد أيضا كما ذكرنا تشكل الصقيع والجليد. تزامنا مع هذه الظروف الجوية الباردة يتوقع أن تبدأ الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تزيد من الشعب البرودة بالهبوب مجددا على العموم مناطق المملكة، حيث يمتد المرتفع الجوي السيبيري من الأراضي العراقية باتجاه منطقة بلاد الشام تنشط على إثر الرياح الشرقية التي تزيد من الشعب البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم توضح طقس صافي 8 درجات مئوية، الملموسة 5، رطوبة منخفضة والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة، السرعة تزيد من الإحساس بالبرودة. خلال 3 أيام القادمة طقس مستقر مستمر، 8 درجات مئوية يوم السبت، 2 كدرجة دنيا، اليوم الأحد ترتفع إلى 10، أما الصغرى ترتفع إلى 3، يوم الاثنين تستمر درجات حرارة بارتفاعها لتكون حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، 12 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 5 درجات مئوية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.